يعني ايه؟ يعني خلاص رحت فطيس؟ تايمر 100 استعنى على الشقة بالله. حلال الله وأكبر. أنا فكت فكت كيف؟ العلم العملية نجحت. أنت شايفني؟ طبعا يا كبير شايفك. أنت هتشوف سواد كاحل. هات البتاع دي هيعورك. هات البتاع دي. أنت ناوي تعمل إيه يا كبير؟ هشقك نصين واتلافى مصارينك أنا أشوفها في الشمس يمين وأضفر منهم وأعمل منهم حبل سميك ألف حوالين رقبتك وأشنقك. إيه اللفة دي كلها؟ إيه الأوفر ده؟ وأنا أقول أنت طول عمرك بتضيع وقتك في ما أنت بمجرد ما هتشقني هموت يا فالح. أنا قاصد آخد وقتي. عاوز أتلذذ بيك وأنت بتموت بالبطيء شهرين ونص ثلاثة. لا لو قاصد بقى تتلذذ صحيح أنا أقول لك على حاجة والله ما قايلها لعيالي. ما تقولش لحد. ها أنت زغزغني في بطن رجلي. يا لهوي يا لهوي على عذاب كبير اللي بشوفه بالحركة اللي دي. بموت ألف مرة. أرجوك يا كبير. Don't underestimate my intelligence. أنا هقدر. لا أرجوك يا كبير ما تقتلنيش قبل ما أفهم الإنجليزي اللي أنت قلته ده معناه إيه. الحقوني يا جدعان. أنت فقت يا كبير؟ فقت خلاص؟ الحمد لله على سلامتك يا بوي. ده إحنا كنا هنموت من الخوف عليك. كذاب. كلكم كذابين. والماما أنا سمعت كل حاجة. أنا سمعتكم وأنتوا بتوزع الورش. واه أنت عرفت منين؟ اعتبرني كنت مركب كاميرات مراقبة في كل حتة وقبر. وخذ المفاجأة دي. ربنا أراد إني أقابل الست بتاعتي. ويلي الست بتاعتي. ويلي مش وقت غنى، قول في إيه؟ يا عمي أحرق مسائل دقيقة ما أعرفش أتكلم. أنا بتكلمك دي ليه؟ إيه اللي حصل؟ حلوة صح. أصلا نسيت أقول لك البند 111 بيقول إنك ما ينفعش تحكي اللي حصل ولو حكيت هتقول ويلي 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 ويلي.